السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم في قناة بروفسوفت. فيديو في القناة ان شاء الله النهاردة تكملة لدورة سي بلس بلس جي اي باستعمال فيجوال ستوديو. ان شاء الله النهاردة هنشرح الكي بريزنج او الكي او الكي ايفنتس او الكيبورد او ايفنتات الكيبورد زي ما انت عايز. اولا كده ايه هي الكي ايفنتس او ايه هي الايفنتس اللي بتحصل على الادوات. تعالى كده مثال صغير، مثلا على فيسبوك، مثلا ما انت تيجي تكتب البريد الالكتروني بتاعك وباسورد. لما انت تكتب البريد الالكتروني خلاص كتبته، بعد كده تكتب الباسورد، ايه الخطوه اللي انت بتعملها بعد كده؟ هتقول لي بسجل الدخول. طب انت بتسجل الدخول ازاي؟ عندك طريقتين، يا اما انت بتدوس على زر لوجن يا اما انت بتدوس انتر. انتر دي طب ازاي؟ طب ليه؟ طب المفروض الزر ده متبرمج ان هو ايه يتحقق من الاثنين، بعد كده بيدخلك على الميل بتاعك. الكي ده برضو بيعمل نفس بنفس بتاع دي. الكي ده بقى هو ده الكي ايفنتس، ده هي إيه او ايفنتس بتاعه الكيبورد. ان انت مثلا ايه، لو مثلا ايه، انت واقف على البتاع ده على التكست بوكس ده مثلا وخلاص كتبت. بس دي من اولها من انواع اللي هي تسهيل على المستخدم، واخد بالك؟ بدل ما انت ايه تمسك البتاع دي تاني وبعد كده تروح هنا كده تدوس، لا تدوس انت على طول بعد كده كل حاجه تعمل زي ما كانت. طب هنعمل الخاصيه دي ازاي؟ مثلا نروح عند التكست بوكس ده اللي احنا هنبرمجه، الكي ايفنت بتاعه، نقف عنده كده، نشيل دي كده. انت تلقائي بتبقى عندك هنا، تروح عند الايفنتس، خد بالك، هنا الايفنتس بتاعتك، تدوس هنا اللي هي العلامه دي. طيب بكون هنا، لا تدوس هنا ايفنتس. هنا بقى هنا كل الايفنتات بقى اللي بتحصل على التكست بوكس دي. ايفنت مثلا ايه، ماوس دخل جواه كده، يعني ايه بس ما تدوسش عليه، مثلا ماوس دخل جواه كده، ماوس خرج، ماوس دخل، ماوس خرج. الكي في انت دوست زرار، في اترفع من عند زرار، حاجه زي كده. طبعا يعني ايه مش هنشرح كل ده، بس هنشرح الكيز. ممكن انت تجيبها من على النت بقى زي ما انت عايز. هنا الكي، في هنا الكي داون، تدوس على الكي داون، مالكش دعوه بالكي بريس دي، احنا قصدنا على الكي. كي داون، كي داون دي معناها ان في زر الضغط عليه، واخد بالك؟ طب احنا ايه هنعمل ايه بعد كده؟ الاي، الاي ده ايه؟ واخد بالك؟ الاي ده متغير او كلاس جواه كل الحاجات اللي احنا كل الايفنت اللي حصل عليه، اللي حصل في الاداه دي بيتخزن جوه الاي دي، واخد بالك؟ في موقع حلو قوي يا جماعه اسمه جافا سكريبت كي كود، مش عارف اسمه ايه كده، ده بيجيب لك الفاليو اللي احنا هنستخدمها في الكي كود بتاعنا. نقفل كده كي، نكتب كده كي، ايوه كي كود دوت انفو. نقفل كده التورنت بتاعنا عشان شكله مبطئ حاجه. بص هو ده الموقع بتاعنا، تدوس عليه كده في اي حته، واخد بالك؟ تدوس على ايزر مثلا، تدوس على انتر، بيجيب لك الكي فاليو بتاعتها 13 في الكمبيوتر. مثلا ايه، هندوس مثلا على كابس لوك، هو بيقول لك كابس لوك رقم 20، بس احنا هنستخدم مثلا رقم 13، واخد بالك؟ نروح هنا هنقول مثلا ايه، اف لو اف لو ايه كي كود، عندك في كي كود وفي كي فاليو وفي كي داتا، اللي احنا هنستخدم كي كود تبقى افضل، يعني بتساوي 13. لا دي تبقى كي فاليو مش كي كي كود. كي كود يا جماعه بتستخدم دي، كيز، فين كيز؟ ايوه كيز، تجيب لك هنا ايه بقى الايه، وفي الات، في كل حاجه انت عايزها. مثلا نقول مثلا ايه، في انتر هنا تقريبا، في انتر. دي طريقه، في طريقه تانية بس دي اللي انا بحبها، اللي انا احبذها ليك، يعني ان انت تستخدم الفاليو احسن. في كي فاليو، لو الكي فاليو بتاعتنا بتساوي 13، يعني هو داس على حرف على الانتر، خد بالك؟ نقول له مثلا ايه، مسج بوكس، مسج بوكس شو، خد بالك؟ انتر بريس، نقفل كده، تعالى كده اعمل رن، نقفل كده بس المتصفح بتاعنا عشان هو متقل تقل الدنيا كده. يس، عمل رن اهو يا جماعه وعمل ديباج زي ما هو زي الفل. نكتب مثلا هنا اي حاجه، انتر اهو، انتر بريزد. مش عيش بقى مع نفسك بقى في البريسنج دي بقى. بس انا عايز اوضح لك حاجه، ان طب واحد هيسالني، طب هل في كنترول اكس وكنترول في والحاجات دي؟ للاسف هنا مش موجوده، فانت بتضطر تعملها يدوي.
طب ازاي هنعملها؟ هقولك دلوقتي. تعالى كده بس، نسينا بس، مش مشكلة. تعالى كده، ايه نقفل كي كود انفو بالك، دوس كده كنترول 17. ماشي، هنعمل اول حاجة. اول حاجة هنعمل ايه؟ هنعمل متغير، واخد بالك؟ هنشوف اصلا البتاع ده، يعني احنا مثلا هنستخدم ايه الكي بتاع ايه، الكي بتاع كنترول ان. هنشوف اصلا هو داس على الكنترول قبل الان ولا ما داس عليها. لو ما داس عليها طبيعي بيكتب الان دي، بيكتبها جوه التكست بوكس. لو داس عليها بيعمل امر، واخد بالك؟ فاحنا هنعمل ايه مثلا؟ بول، واخد بالك، سي تي ار ال تلقائي بتبقى فولس ان هو ما داس على حاجه. هنقول ايه؟ اف لو، لو ال يا دي دي ام الليله السوداء، نسينا نجيب حرف الان. معلش يا جماعه، سوري. انا طب نقفل بقى البرنامج. الاستعجال ده حاجه يعني زباله. كنترول ود الان، الان رقمه 78، ال 17 و78 خليها بقى مفتوحه بقى. هنقول لو الاي، واخد بالك، كي كود، لو الكي فاليو بتاعتها بتساوي كانت كام؟ كان حرف ال ان كام؟ ان 78 7 8، واخد بالك. هنقول بقى جوه دي، لو ده لو داس ال ان دي، هنقول اف لو، لو سي تي ار ال ترو، لو هي بتساوي ترو، هنقول له مثلا ايه، مسج بوكس، مسج بوكس شو مثلا ايه، كنترول سي تي ار ال بلس ان، خد بالك. نقفل كده. طب لو داس على كنترول، هو دلوقتي ايه؟ هو داس على كنترول. تعالى كده ايه، نقول ايه، إلس لي، إلس اف لو الكي، قصدي الاي كي كود او كي فاليو، صحيح، كي فاليو بتساوي 17. لو هو داس على السي تي ار ال، لو داس على السي تي ار ال غيرها بقى، غيرها ليه ايه؟ غيرها ليه، غيرها للترو، سي تي ار ال خد بالك بتساوي ترو، بالك. وننهي كده. طبعا احنا هنا ايه، في اخر ده بنقول ايه، سي تي ار ال، تي ار ال بفولس. ليه بقى هنا؟ ليه؟ لان احنا لو سيبناها كده، ان اي ان هيكتبها بعد كده هيجي هيعرض له نفس الرساله. طب لان هو اصلا ايه، انت ايه مخلي السي تي ار ال دي ايه بترو، فاحنا لازم نرجعها تاني فولس، عشان ايه؟ لو هو مثلا كتب كنترول ان بعد كده ايه، يرجع تاني ترو نفس الحكايه برضو، يعني عشان ما يحصلش مشاكل كده. هو ايه هيكتب ايه اللي هو محدد دلوقتي؟ الكائن تكست بوكس، واخد بالك، هيدوس كنترول. طبعا احنا ايه ده كي داون، فاحنا بنقول له ايه، هل الكي داون دي ان؟ لا. هل هي 17؟ يبقى ايه، خلي السي تي ار ال بتاعتك بترو. هيدوس بعدها على ان على طول، هيروح هنا ايه، الكي في الكي فاليو دي ب 78، هي اللي هي ان اب ان. ماشي، هل السي تي ار ال دي معمول لها تفعيل قبل كده؟ لو معمول لها تفعيل خلاص، لو مش معمول لها تفعيل هيكتب طبيعي بقى الان بتاعته، واخد بالك. خلاص كده، تعالى كده من راند ده، لسه بنقفل بس المتصفح بتاعنا. هسيب لكم الرابط بتاعه اسفل الفيديو في الديسكريبشن. يس، استنى كده شويه. استنى كده شويه بس يا جماعه، لغايه ما ايه يعني يجيب كل حاجه زي ما هو عايز، بس عشان ما يحصلش تشنج او تهنيج. بس كده هخلص على ما اظن. تعالى كده ايه، نكتب حرف الان، كتبه عادي، خلي بالك هو كتبه عادي كده، بس خلينا نكتب ايه، كنترول ان. ايه ده؟
كده ليه كده؟ طيب اسف بس يا جماعه، في غلط ارتكبته غلط، اللي احنا لازم ايه نحط البتاعه دي بتاعتنا بره بره الداله، لان هو ايه اول ما انت ترجع تاني للداله، ما هو الداله دي بتنفذ مره واحده، لما انت تدوس كنترول هو هينفذ الداله دي خلاص، هترجع تاني فهيغيرها الفولس، فهو كده ايه مش هنستفاد، او مش هيغير حاجه، او مش هتطلع المسج بوكس دي، فاحنا بنخليها بره. واخد بالك مع شرح الكود اللي احنا عملناه؟ تعالى كده اعمل ران. يس استنى كده شويه. بلاك تعالى هنا ايه دوس ان، لان عادي مفيش مشاكل. هكذا ندوس كنترول ان، كنترول ان اهو يقول لنا ايه كنترول ان. اوكي نكتب ان تاني مفيش اي مشاكل، كنترول ان شغال مفيش اي مشاكل. اوكي بس ده كان درس النهارده يا جماعه، معلش بس طولت عليكم في الدرس بتاع النهارده شويه. لو عجبك الفيديو دوس، لو عجبك الفيديو دوس لايك، لو ما عجبكش حط اللايك، ولا انا ما عجبكش ليه. نلقاكم في درس اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.